مساء الخير. النهاردة يا شباب هنتكلم على حاجة اسمها البورتفوليو. بس من قبل ما ندخل في محاضرة النهاردة جدا محتاجة ان احنا نفتكر الاول عن محاضرة اللي فاتت او المحاضرات اللي فاتت اللي هي كانت عن الريسك وريتيرن، لان المحاضرة بتاعت النهاردة ريليتد كمان للمواضيع اللي فاتت. فلازم نفتكر الاول احنا كنا بنتكلم عن الايه وايه علاقة الريسك بالريتيرن والتايبس بتاعتهم علشان نكاتشب في موضوع النهاردة. تمام، زي ما كنت بقول يا شباب ان احنا هنتكلم عن الريسك والريتيرن والريليشن اللي ما بينهم. فطبعا الريليشن اللي ما بينهم هي بوزيتيف ريليشن علشان الكومن رول بتاعتي بتقول هاي ريسك هاي ريتيرن لو ريسك لو ريتيرن. فبمعنى ان انا لو فكرت ان انا اعمل انفستمنت في حاجه تو ريسكي، فده معناه ان انا متوقع ان هيجيلي فيري هاي ريتيرن، علشان كده انا هاخد التشانس بتاعت الريسك دي وهعمل الانفستمنت ده. وعلى العكس برضو لو انا عملت انفستمنت في حاجة درجة الريسك بتاعتها مش عالية قوي او كان بي كنترول، ساعتها انا اقدر اتوقع ان الريترن اللي هيجيلي هيكون مش عالي جدا على قد حجم الريسك او المخاطرة اللي انا خدتها. فكرة النهاردة بقى هي البورتفوليو. البورتفوليو بقى بتحاول ان هي تمينيمايز الريسك مع الهاي ريتيرن، يعني ان انا اعمل رول بقى جديدة تخليني اعمل لو ريسك with very high return. تمام، فهي دي فكرة البورتفوليو، ان انا اعمل لو ريسك هاي ريتيرن. طيب زي ما قلنا احنا عندنا 3 types of return او عندنا 3 انواع من الريتيرن. اول حاجة the required return, the expected return and the whole return. الفرق ما بينهم هي حاجة بسيطة جدا، هو التايمينج او الوقت. يعني دلوقتي لو انا لسه ما بدأتش اي مشروع، انا معايا فلوس وعايز اعمل investment في مشروع او اشتري stocks، فانا محدد لنفسي ان انا مش عايز يجيلي return اقل من 20% for example. فكده ده هو ال required return بتاعي، هو ده اللي انا عايزه before starting any project. يعني انا كده لسه ما بدأتش اي مشروع، انا كده لسه بقرر انا هحط my money فين. تمام، اما بالنسبة ل expected return ده انا already once ان انا حطيت فلوسي في مشروع او اشتريت بيهم stocks او اشتريت بيهم securities، انا خلاص بقى ده اسمه expected return، ده return انا متوقعه from an investment I made. تمام، يعني ده بيجيت calculated by حاجة اسمها ال cap M او ال capital asset pricing model. ده ليه calculations بتتحسب غير ال required return، ده انا اللي ببقى عايزه او انا اللي ببقى محتاج ان ما يجيليش، ده التارجت بتاعي ما يجيليش اقل مني. اما بالنسبة ل hold return ده ال actual return اللي جت بقى بالفعل بعد ما عملت ال investment وابتديت ان المشروع او ال investment اللي انا عملته يجيب فلوس، فده بقى اسمه ال hold return او ال actual return بتاعي على given period of time او على ال mean time اللي احنا بنتكلم فيه. The required return is the return that an investor requires to make an investment in a project or an asset. It's useful when making decisions regarding the best place for funds to be invested. يعني زي ما قلنا هو كويس لما باجي اختار ما بين انا هحط فلوسي فين، انهي مكان is the best place for my funds. اما بالنسبة expected return it is the return that the investor expects to receive once the investment is made. It is calculated by cap M or capital asset pricing model، وده احنا لسه هنتكلم عنه ان شاء الله في lectures اللي جاي. اما بالنسبة hold return بقى the gain or loss experienced on an investment over a given period of time، وده احنا already خدنا ازاي بنحسبه في ال previous lectures. بعد ما خدنا ال types of return هناخد بقى ال types of risk. احنا عندنا two main
types of risk, systematic risk و unsystematic risk. الفرق ما بينهم هو بسيط وسهل جدا. الفرق بين systematic risk و unsystematic risk ان الريسك ده بيكون متعلق، systematic بيكون متعلق بالماركت كله او بالاندستري كلها، لكن ال unsystematic risk بيبقى associated او specific industry او specific company هي اللي حصل فيها المشكلة وهي اللي حصل فيها الدروب. بمعنى لو احنا دلوقتي بنتكلم عن الوضع اللي احنا فيه، احنا عندنا مثلا مشكلة كبيرة جدا اللي هي الكورونا فيروس، ودي مأثرة على الاقتصاد كله او اقتصاد السوق كله، فهي مأثرة على الانتاير ماركت او على الانتاير اندستري، وكل الناس متأزمين من المشكلة دي، فدي مشكلة سيستماتيك. لكن الان سيستماتيك بقى بتبقى مشكلة حصلت في اندستري معينة زي سيكتور التكنولوجي او الاجريكالتشر او ايا كانت السيكتور ده، فهي بتبقى مشكلة خاصة بحاجة معينة سبيسيفيك. تمام، زي كده ما نقرا ونشوف. is the probability of a loss associated with the entire market, the segment or the industry, while the unsystematic risk is the probability of a loss associated with a specific industry, a segment or a security. كمان ال unsystematic risk can be eliminated by diversification of portfolio، وهو ده موضوع ال lecture بتاعتنا النهاردة، ال portfolio وازاي ان احنا ممكن نعمل minimize لل unsystematic risk من خلال ال portfolio. بالنسبة بقى للبورتفوليو اللي هو موضوع التوبيك بتاعنا النهاردة عنه، هو a collection or group of assets it would include more out of assets. البورتفوليو معناها المحفظة. المحفظة دي ان انا دلوقتي معايا فلوس او معايا كاش وعايز اعمل investment، فالبيزنس وايز بيقول don't put all of your eggs in one basket، فانا المفروض ان انا اوزع استثماراتي او اوزع الانفستمنت بتاعتي في كذا شركة او في كذا اسيت، بمعنى ان انا معايا فلوس وقررت ان انا اعمل انفستمنت مش في شركة واحدة، في اكتر من شركة، علشان لو حصل لا قدر الله اي مشكلة او تعرضت لاي مشكلة في شركة معينة او في سيجمنت معين، بقية الشركات او بقية البيزنس بتاعي ما يتأثرش بل وكمان يعوض خسارة الدمج اللي حصل. تمام، طيب انا عايزه احسب البورتفوليو اكسبكتد ريتيرن. الاكسبكتد ريتيرن عشان احسبه للبورتفوليو محتاجه حاجتين مهمين جدا، الويت بتاع الاسيتس اللي معايا والهولد ريتيرن بتاعتها. احنا اتعلمنا من الليكتشرز اللي فاتت ازاي نحسب الهولد ريتيرن، كنا محتاجين فيه ثلاث حاجات رئيسيين اللي هو الباينج برايس والسيلينج برايس وال كاش ديفيدند. فونس ان انا معايا الثلاث حاجات دول اقدر احسب الهولد ريتيرن لاي اسيت. طيب بالنسبه للويت، الويت ده اللي هو حجم الانفستمنتس بتاعتي. دلوقتي لو انا معايا 100,000 جنيه وقررت ان انا هعمل بنص الفلوس دي او بنص ال 100,000 اللي هم 50,000 هستثمر في شركه حديد عز، وبال 50,000 التانية هشتري اسهم في شركه فودافون، فكده هاف اوف ذا بورتفوليو، نص الويت بتاعتي في شركه والنص التاني في شركه تانية. ال 50% دي هي دي اسمها الويت بتاعت الاسيت او الويت بتاعت السكيورتيز اللي انا اشتريتها من توتال حجم المحفظة كلها. تمام، طيب application number one دي كده اول مسألة عندي عشان تفهمني الموضوع بيبقى ماشي ازاي في الكيسز. بيقول لي ان انا عندي investor اشترى اسهم في شركتين او في شركة وبنك. الشركة هي تيليكوم ايجيبت والبنك هو كوميرشال انترناشنال بنك اللي هو بنك السي اي بي، ومديني شوية جيفنز كده علشان اقدر احسب بيها الريتيرن للبورتفوليو اللي هو ده الريكويرمنت بتاعي اللي هو ديترماين ذا ريتيرن اوف بورتفوليو. طيب من قبل كده ما اخش في المسألة محتاجة ان احنا نكون نترجم او نعمل ترانسليشن للورد بروبلم دي ان انا نحولها لارقام. تمام، فانا عشان اعمل كده محتاجة ان انا الاول امسك شركة والشركة الاول وبعد كده البنك. فانا همسك الاول شركة تيليكوم ايجيبت، هو
زي ما قلت يا شباب، هو مديني لشركة تيليكوم ايجيبت جيفنز اللي هي البي تي ماينس 1 البي تي السي تي. البي تي ماينس 1 اللي هو البوينت برايس اللي هو كان ب 15.25، والبي تي اللي هو ب 16.50 ده اللي هو الكلوزنج برايس او الماركت فاليو اللي وصل لي السهم ده، والسي تي اللي هو الكاش ديفيدند اللي هو ب 1.20. في حاجه بس عايزه انبه عليها، ان البي تي ماينس 1 ده انا مش بماينس 1، هو ده كله الرمز، هو اسمه كده بي تي ماينس 1 على بعضه، لكن انا مش بماينس 1 ولا اي حاجه، علشان بس الجزء ده بيلخبط ناس كتير. فهي بي تي او بي تي ماينس 1، انا مش بماينس 1 ولا اي حاجه، هو الرمز كله على بعضه كده، تمام. طيب خلاص كده انا معايا الثري جيفنز دولت، اقدر احسب بيهم بسهوله الهولد ريتيرن لتليكوم ايجيبت. فانا حطيت الرول بتاعتي اللي هي السي تي بلس بي تي ماينس بي تي ماينس 1 اوفر بي تي ماينس 1 اللي هي 1.2 بلس 16.50 ماينس 15.25، كل ده اوفر 15.25 هيديني الاكسبكتد ريتيرن، انا اسف الهولد ريتيرن لتليكوم ايجيبت اللي هو 16.06%. بالنسبة للكوميرشال انترناشونال بانك نفس الشيء، مديني البي تي ماينس 1 اللي هو الباينج برايس، والبي تي اللي هو 49 اللي هو الكلوزنج برايس، ومديني الكاش ديفيدند بتاعه اللي هو كان ب 2 جنيه. فانا برضو حسبت الهولد ريتيرن فطلع لي الناتج ب 13.33%. كده طلع عندي انا حسبت الهولد ريتيرن بتاع شركه تيليكوم ايجيبت وبتاع سي اي بي. فاضل بقى ان انا اجيب الويت. انا اوريدي هو قال لي في المساله ان انا معايا ويت بتاع تيليكوم ايجيبت ب 45%، يعني انا دلوقتي 45% من الاسيتس بتاعتي في الشركه دي. فاذا كده بشكل واضح بقيت 100% اللي هي 55% في سي اي بي او الكوميرشال انترناشونال بانك، وانا ما عملتش انفستمنت غير في دول. فبما ان دي فيها 45% باكيد دي فيها بقيت الانفستمنت او فيها بقيت الفلوس اللي هي 55%. فلحد هنا انا اقدر او قدرت ان انا احسب الاكسبكتد ريتيرن للبورتفوليو المحفظه بتاعتي بان انا جبت الويت بتاع الويت والهولد ريتيرن بتاع كل شركه من اللي انا عملت فيهم انفستمنت، وعملت الويت بتاع شركه تيليكوم ايجيبت تايمز الهولد ريتيرن بتاعها بلس الويت بتاع سي اي بي تايمز الهولد ريتيرن بتاعه اللي انا حسبته برضو، فطلع لي الناتج 14.558%. بالنسبه بقى الابلكيشن نمبر 2، هو بيقول لي في المسألة دي ان انا عندي you hold 5 stocks in your portfolio stock A stock B C D and E. فكرة كلها من المسألة دي ان هو قرر ان هو يبيع stock E ويشتري بالفلوس بتاعتهم stock F و stock G، يعني هيبيع stock E ويجيب بدلهم 2 stock غير stock E ده، stock اسمه F و stock اسمه G. هو مديني stock F ده الاكسبكتد ريتيرن بتاعه كام، ومديني الاكسبكتد ريتيرن بتاع ستوك جي بكام، وقال لي كمان حاجه ان الويت بتاع ستوك اي ب 30% من توتال المحفظه. فهو اشترى بنص الفلوس في اف واشترى بنص الفلوس في جي. فاذا انا اقدر اقول ان حجم الستوك اف بقى 15% وحجم ستوك جي بقى 15% برضو، لان هما كانوا هما الاثنين ستوك اي ب 30%، انا بعت ستوك اي اللي هو 30% ده واشتريت ب 15% هنا في ستوك اف و 15% التانية في ستوك جي، تمام. دي كده الجيفنز اللي عندي، ادي البورتفوليو اكسبكتد ريتيرن اللي هو جيفن عندي بتاع البورتفوليو القديم اللي هو 33%، والويت بتاع انفستمنت اي او ستوك اي ب 30%، والاكسبكتد ريتيرن بتاع ستوك اي اللي هو برضو كان مدولي ب 22%. هو بقى طالب مني ان انا احسب البورتفوليو اكسبكتد ريتيرن الجديد اللي هو بعد ما انا بعت ستوك اي واشتريت ستوك جي وستوك اف.
ادي كده الويت بتاع ستوك اف ب15% زي ما قلنا، والويت بتاع ستوك جي ب15% برضو، لان هما كانوا توتال على بعض 30% اسمهم ستوك اي. انا بعت ستوك اي واتبقى عندي، اشتريت قصدي مكانهم ستوك اف وستوك جي، فهما ده بنص الفلوس وده بنص الفلوس، هو قال هاف اوف ذا اماونت، ف 15% هنا و15%. وكمان هو كان مديني الاكسبكتد ريتيرن ل اف واكسبكتد ريتيرن لستوك جي ب 28% و36% ريسبكتفلي. كده احنا وصلنا لاخر خطوه او الخطوه الاساسيه في المساله، اللي هو طالب مني ان انا احسب الاكسبكتد ريتيرن للبورتفوليو الجديد، اللي هو بعد ما انا بعت ستوك اي واشتريت ستوك اف وستوك جي. فكل اللي انا هعمله ان انا اول حاجه حطيت ال 33 اللي هم ال 33 ده الاكسبكتد ريتيرن للبورتفوليو القديم، عملت منه ماينس الاكسبكتد ريتيرن بتاع الستوك اي اللي انا بعته، الاكسبكتد ريتيرن بتاع الستوك اي ده اللي هو الويت تايمز الهولد ريتيرن بتاعه، فكلهم على بعض اسمهم الاكسبكتد ريتيرن لستوك اي اللي انا بعته، فبما ان انا بعته خلاص ماينسته من الرول بتاعتي. وعملت بلس التو ستوكس الجداد اللي انا اشتريتهم مكانه اللي هما ستوك اف وستوك جي، ده الاكسبكتد ريتيرن بتاع ستوك اف اللي هو 0.15 × 28 + 0.15 × 36 ده بتاع ستوك جي، وطلعت الناتج اللي هو 36%. فكده انا حسبت الاكسبكتد ريتيرن للبورتفوليو ده بسهوله، بان انا شلت الستوك القديم اللي انا خلاص بعته وحطيت الستوك الاثنين ستوك جداد اللي انا اشتريتهم، وكمان حطيت ال 33 اللي هو الاكسبكتد ريتيرن بتاعي بتوع بقيه الستوكس اللي هم ستوك A و B و C و D. وكمان كده انا خلصت المطلوب اللي هو طلبه مني. فهراجع كده على المسألة بشكل تاني من الاول. هو الشخص ده او الانفستور ده كان معاه 5 ستوك A B C D E، هو قرر ان هو هيبيع ستوك E ويشتري مكانهم 2 ستوك غيرهم اسمه ستوك F وستوك G. فهو عايز يحسب الاكسبكتد ريتيرن للبورتفوليو الجديد بعد ما ضم 2 ستوك جداد ولغى واحد، فاداني شوية جيفنز، اداني الويت بتاع الستوك اللي انا بعته اللي هو ستوك اي كان مديهولي ب30%، فخلاص ال30% دولت انا اشتريت ستوك اف وستوك جي ريسبكتفلي الاتنين قد بعض هاف اوف ذا اماونت، فده بقى ب15% وده بقى ب15% كويت من توتال البورتفوليو اللي عندي. وهو اداني كل واحد فيهم هيجيله ريتيرن بكام، فكده انا اقدر احسب الاكسبكتد ريتيرن للستوك اف والاكسبكتد ريتيرن للستوك جي واجمعهم على الاكسبكتد ريتيرن اللي هو اوريدي اساسا كان عندي اللي هو القديم، وفي الاخر اماينس منهم الاكسبكتد ريتيرن لستوك اي اللي انا خلاص بعته، فهيديني الاكسبكتد ريتيرن للبورتفوليو. وبكده تبقى المساله دي خلصت، ويبقى كده انا حققت التارجت اللي المطلوب مني في المساله. كده شباب نكون خلصنا محاضره النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها، وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم. شكرا جزيلا.